مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، عدنا من جديد مع نشرة أخبار جامعة المنصورة وإليكم أهم العناوين. كلية الصيدلة بجامعة المنصورة تستضيف مؤتمر خطوة على الطريق لتأهيل الطلاب لسوق العمل بمشاركة 30 جامعة مصرية. ورشة عمل لتدريب طلاب جامعة المنصورة على تصميم منتجات الجلد الطبيعي. قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور التنمية 16 لخدمة أهالي دماس بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية. 100% نسبة إنجاز مستشفيات الجامعة في معدلات الاستجابة للشكاوي الحكومية الموحدة. جامعة المنصورة تشارك في البرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد بدولة البرتغال. مشاركة جامعة المنصورة في البرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية والحوكمة الرشيدة بجامعة هيرتي للحوكمة في برلين. اجتماع نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع فريق الميكنة والتحول الرقمي. اتحاد طلاب جامعة المنصورة يزور مجلس النواب المصري. جامعة المنصورة تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. صدور كتاب دولي عن التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من جامعة المنصورة. افتتاح المؤتمر الدولي الثاني الرياضة وتحديات العصر الواقع والمستقبل بجامعة المنصورة. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، وإلى لقاء آخر.